كل احد تنضم الينا في الاستوديو سينجا دي جرو تشونغ المتخصصه في حاجيات الاطفال بدها تحدثنا انه الطفل شو بيقدر ياخذ معه بحقيبته الخاصه في خلال السفر. صباح الخير سينجا. صباح الخير محمد، كيف حالك راوي امان؟ يعني حتى الاطفال اذا لهم حاجياتهم وحقائبهم الخاصه. هيك صار هالايام يا محمد، يعني كل طفل بده يسافر بده يجيب كتابه المفضل، احرامه المفضل، لعبته، بلوزته، بيجامته. يعني بناتي بيحملوا معهم مخداتهم احرامهم، يعني بنحكي لما يطلعوا حتى على الطياره لانه بدها شنطه اكبر طبعا من هيك حتى ياخذوا بقيه يعني اغراضهم لتكفيهم فتره السفر كلها. بالضبط، بس الفكره من شنطه السفر هلا الطفل انه بصير بدهم يجيبوا اشياء لعب لهم وانت ما عندك محل تحط بالشنطه، فهي معموله خصوصا لهم على اساس يحطوا كل المستلزمات اللي بيحتاجوها هم من العاب واشياء اللي بتريحهم، اللي بسموه الطفل مرات بتعلق بشغله معينه مثلا يا اما احرامه يا اما المخده تبعته او الريحه شيء معينه فيه، فبده يحملها معه ومرات تكون لعبه يعني سوفت توي، فبقدر يحطها تقدر الام تحط كل الاشياء اللي بده اياها والالعاب اللي بده اياها بهاي الشنطه. ومنفرجيكم كيف نقدر نحطها نضب الشنطه هاي بالفقره اللي يلا بنبدا نشوف صور. زي هون شايفين في عنا أكثر من أشكال، في عندك اللي هون مثلا زي نقشة البقرة الكاو يعني، وفي لها عدة ألوان الكاو والنمر مناسبة لكل الأذواق ولصبي أو بنت. بالضبط، وإلها مفتاح يعني بتقدر تفتحيها وبتكون من جوا زي شنطة، أي شنطة عادية يعني شنطة السفر، وفي إلها هذا الحزام اللي بالنص على أساس إنه تضب الأغراض وتبلش تضب الام مثلا الحرام المفضل لإله، وبعدين مثلا الكتب الملابس اها الاشياء المفضله اللي هو بحب يعني يضلها معه بالزبط. كل الوقت من هون بتشوف الطفله هون مثلا بتساعد امها انه بتضب شنطتها لانه هي متحمسه عليها انه هي شنطه لإلها، فبدها بنتك طبعا هي بنتي بس من السهل انها تتحكم فيها تفتحها وتسكرها وتحملها يعني انه ما بدناش تكون كثير سهله لانه بصير يلعبوا فيها بعدين بتوقع وبالمطار بتنفتح، فبدك اياها كمان تكون امنه وبكون شوي اشد الطفله لحالها ما بتقدر تفكها انه لازم تكون بمساعده الام. هي بتساعد امها كمان في ضب الشنطه البنت يعني بنحاول نعلمهم وندربهم فبتضب الشنطه هون وبتضب كل الاغراض اللي هي بدها تاخذها معها. اها ثقيلة تقدر هي تجرها؟ هي بتقدر تجرها، وحتى يا راوي إذا تعبت زي ما راح نشوف هلا شوي إنه بتقدر هي تقعد عليها وبتسحبيها أنت. ممتاز. أو تقعد هي لحالها بتصير كأنها عرباية يعني إنه زي العرباية أو الكرسي أو هي لأنه مرات نمشي إذا كانت السفر طويلة ومتعبة بصيرهم يقعدوا من قعدهم على الشنات أو من قعدهم على الأرض، بهالحالة بيقدروا يقعدوا على طب حجم الشنطة يعني بيسمح فيها بإنه تكون داخل الطيارة ولا لا؟ لازم على الحقائب الشحن؟ لا لا بداخل الطيارة عادي بتحملها معها جوا الطيارة بتحط في الكومبارتمنت بالطيارة شفناها هلا كيف جرتها، فهي يعني بالنسبه على ما يبدو بانها سهله بتقدر تتحكم فيها. يعني انه الحجم ما صغير يعني انه الطفله بتقدر تسحبها يعني ما كلها على بعضها ما بتجيش كيلو ونص الشنطه هاي وبتسحبها بتلعب فيها ولما بتزهق بتقدر تفتحها طول الالعاب اللي بدها اياها الجيمز بدها تلعب فيه او تقرا الكتاب وبعدين اذا تعبت كمان فيها تقعد على الشنطه نفسها زي ما عم نشوف زي ما شايفين هون واحنا بنقدر نسحبها اذا تعبت وما كانت تمشي كمان والها محل انه بتقدر تمسك حتى ما يعني تفقد توازنها وتوقع. لا بعدين انه الشنطه معموله من البلاستيك زي القاسي يعني على اساس انه يتحمل يعني ما ينطعج او ما يخرب والعجل بتحمل يعني كل شيء بتحمل حتى احنا يعني بنقدر نقعد عليه. لا صارت زي البسكليت قبل شوي شفتها هي كمان هي بتجر حالها وبعدين فيها مفتاح تقدر تفتحها وهاي طبعا هاي هي السبب الرئيسي الكل بده يفتحها ويقعد يلعب فيها بتحط المفتاح وبتسكريها وبتفتحيها انه يعني فور لوك يعني عشان ما يوقع الاشياء اكثر وامان يعني اكثر على اساس بس برضه يعني بالضروره انه يمكن مش كل شيء بده اياه الولد الصغير ياخذه امه بتوافق عليه. هلا احنا مثلا هاي بتزبط مثلا شنطه ويكند إذا بدك تروح مثلا على ويكند فيك تضب له كل أشياء يعني ما بتحتاج شنطة كبيرة الأم لتضب أغراض الطفل يعني إذا قعد مثلا يومين بالإجازة مثلا الويكند بدك تلبسه يعني شي ثلاث أربع لبسات بفوتوا بهالشنطة وشوية بيجامة هيك بتكون يعني مناسبة للطفل يعني وبيجي منها كل الألوان الزهر والأزرق والتركواز في منها هلا الحيوانات زي ما شفنا البقرة. أي أعمار ممكن يستفيدوا بالفعل من
من هالشنطة؟ يعني هاي تقريبا لعمر 5 سنين. خمس سنين واكبر؟ لا, لا يعني من 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 سنة, من سنه وشوي. اها يعني بس يبدا يمشي, بس يبدا يمشي وبعدين لخمس سنين. يعني هلا 6 سنين بيقدر يقعد فيها, بس انه يعني قد بتتحمل وزن اذا كوزن؟ هلا هي كثير كثير قويه, يعني بتتحمل فوق ال 50 كيلو. يعني بتقدر الام تقعد ابدا ماما, عشان هيك بحكي احنا بنقدر نقعد, يمكن انت بتقدري تقعدي وابنك كمان فوقيها. بس هم يعني بالضروره كلهم حجم واحد ولا في احجام مختلفه منهم؟ لا هي الفكره طلعت من الترنكي اللي هي انه شنطه صغيره بتقدر تفوت بالطياره, وبنفس الوقت لما يتعب الطفل يقعد فيها واحنا بنقدر نجرهم, انه بتطلع لعبه على على شنطه يعني. فاذا عملت على حجم اكبر شوي بتبطل تفوت بالطياره, فلازم ساعتها بتفوت على التشيكن مع اي شنط اخرى. اوكي يعني وزي ما ذكرنا وشفنا انه في منها اشكال والوان كثير. شو مثلا الواحد اذا مثلا عنده صبي بس ما بده ياخذ الشيء الازرق التقليدي, شو ممكن يعني؟ فيه ياخذ نمر اللي هو لونه برتقاني وبيجي عليه السترايبس الحزوز الاسود زي النمر يعني. وفي عندك البقره كثير مشهورة كثير كثير يعني, ذا بيست سيلينج اللي هي البقرة اللي بتزبط للبنت وبتمشي للولد كمان, فيعني مش شرط انه تكون الجيرل. وحلو لونها ابيض وزهر وهيك, بس ما بيتوسخوا بسهولة؟ حتى لو توسخت يعني انه بتقدر بممسحة مبلولة او فوطة مبلولة تمسحيها وبتروح, يعني ما في داعي تغسليها بصابون او اي شيء. وهي زي ما انت شايفتيها يعني انتي سكراتشبل, يعني ما بتنقحط بسرعة. وحتى لو توسخت بمجرد تمسحيها بالفوطه مبلوله. طيب ممكن انه تكون يعني بنرجع لمساله الاحجام, تكون حجم كبير بس تروح مع الشنط العاديه, يعني مش بالضروره انه تحملها معها بالطياره. هلا انت اذا بدك تعملها تشيك ان فيك. لا لا انه يكون في احجام قصدي اكبر منها عادي, حجم شنطه يعني متوسطه خلينا نقول بس للاطفال. هلا بتعرف اذا هاي اذا شفتها بتشبه شوي شناتي سامسونات الكبار. صحيح. اللي بسافر فيها. هي المبدا عملوها من ورا سامسونات, انه تقليد سامسونات للطفل يعني, لانه ما في شيء للطفل. هلا احنا بما انه مجالنا تخصص بالاطفال بنحاول نشوف كل شيء بيناسب الطفل من جميع النواحي, يعني انه من ناحيه ان كان سفر او شنطه مدرسه او شنطه دايبرز اي شيء كان. خلينا نشوف داخلها هالشيء. طبعا على فكره انا بحملها خفيفه كثير, خفيفه حتى الطفل بيقدر يحملها بالزبط. يعني اذا ما كان فيها اشياء كثير ثقيله جوا. بتقدر تفتحها من عندك راوية؟ مش عارفه افتحها. مش عارفه تفتحيها هيك. اوكي شفتي بالفعل يعني صغيره كفايه انها تكون مناسبه لطفل, ويعني صغيره بس بنفس الوقت انه فيها مساحه انه بتقدر على الطرف على السايدين يعني. والجيب الصغير الاقلام او وات ايفر يعني بحبه. وبعدين هاي بتنفتح زي ما قلنا. حتى تخلي الاغراض مضبوبين بدون ما يصير يوقعوا على ما يوقعوا على بعض يعني. هيك بنحطه وبعدين آسيا. ما اذا ما بتنطعج ما بتخرب, مثلا اذا كانوا حاطين اشياء شوي فراجل يعني هالشيء قابل للانكسار فما بتنكسر يعني. بعدين ما فيها اي شيء حاد ممكن ياذي الطفل, كله بلاستيك وكله يعني ما في اي زوايا. ما في شيء زوايا, كله اذا شايفتيه هون على الدواير كله هون, هذا حتى معمول من مطاط. حتى انه زي ما قلتي يعني هذه بتناسب الصبي والبنت مع بعض. بالضبط يعني حسب الالوان. وبعدين بتتسكر, وزي ما انتم شايفين هون لما بتتسكر هيك نقدر بنفس الوقت زي ما قلنا هاي بتنشال واحنا بنسحب الطفل فيها. وهاي هي المفتاح. اوكي فالمفتاح مش رح يضيع يعني. لا. هو عباره عن برضه شقفه بلاستيك وبتنحط هون وبتتقفل. اذا الطفل بحاله بيقدر يفتح ويسكر وبيلعبوا فيها. وبيلعبوا فيها هم بيحسوها لعبه, عشان هيك اضطروا يعملوا هاي تكون شوي قاسيه بحيث انه الطفل لحاله ما بيقدر يفتحها, فبده مساعده. عشان انه ما بدك تكوني ماشي بالمطار وكل خمس دقائق يقعد يفتح وتوقع كل شيء منها, فبدها شوي تكون مشدوده للطفل ما يقدر يفتحها لحاله. وبعدين في المفتاح حتى لو لعب سيفتحها وسكرها انه ما بتاثر, فما بتوقع بتنكسر. وبنفس الوقت لها هون الهاندل. بتحط الام ايدها هون وبتسحب الطفل لما يكون قاعد. وزي ما انتم شايفين هون معموله من شو بسموها زي القماش الربن, عشان اذا قعد عليها ما تضايقه. ما مش معموله من الايد اللي زي البلاستيك القاسي, بيقدر يقعد يعني عليها ويمسك هون وهون عشان يمسك هذا عشان يتوزن فيها. حلو كثير. انا عن جد عم بدي افكر, عم بفكر اجيب زي وكثير بتفيد اذا كنت بتسافري راويه كثير يعني. انه هاي بتفيد حتى مش للسفر كمان يعني, للويك اند كثير حلوه. حتى لو اذا بده يروح يقضي ليله ينام بسليب اوفر عند صاحبه او صاحبتها يعني بحط كل الاشياء فيها. حلوه.
شكرا جزيلا لك يا سنجا، دائما بتجيبي لنا افكار حلوه للاطفال، وان شاء الله بنشوفك الاسبوع الجاي بفكره جديده.